الإلهام الإلهي التوفيق كان الإلهي. سبحان الله زي ما يكون يعني في حاجات بتظهر في توقيتات معينة حتى تساند قوتنا اللي هي بتشتغل بأقل الأسلحة تطورا وأقل ده كلام صح، الإمكانيات، لكن كان في حماس وروح روح قتالية قتالية عالية وعقيدة. وعقيدة بالظبط. عشان كده بقول لحضرتك في 67 أنا ما بسميهاش نكسة، 67 أنا بسميها جولة. خسرنا هذه الجولة وكسبنا 30 40 50 جولة بعدها، بس بالظبط. لسه في ناس بتلطم في 67 وبتفكر فيها، وده كلام مش صحيح. تمام. بدليل احنا كساقة عملنا بعدها ب 14 يوم مذكورة أبو العز طلع ضربة جوية، بعدها طلعت القوات البحرية ضربت المدمرة إيلات وغرقتها عمليات لا تنتهي خلاص، بالظبط وبعدها ما فيش شهر 15 يوم في 15 يوم، بالظبط. يعني احنا كويسين اهو. يعني ده يؤكد ان برضو التحام الجيش الجميع والروح والشعب وكل المعنوية والتحام الجيش والشعب طبعا دي ده عقيدة كلام صحيح. قتالية على مر العصور فيما يتعلق يعني بالحياة للإنسان المصري، طبعا طبعا اعتزازه بأرضه وكلمة إن الأرض هي العرض، دي يعني الأرض عرض فعلا. يعني إحنا مش بنفصل فيها أبدا.